يعني يحبك ويرغب في نصيحتك. يعني أظن الشافعي يقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإذا جيت تبغى تنصح أحد، فيه طريقة عملية جميلة جدا والله يا شباب، لو طبقتوها أعتقد أن كل واحد فيكم راح يستفيد وراح يكسب قلب الآخر. ترتيبها على النحو الآتي: أول شيء لما تشوف على شخص خطأ، لا تجي كذا وتعطيه في وجهه ثم تقول والله أنا اللي في قلبي على لساني عادي، لا مو بصحيح، يعني هذا دفش ما يصلح. إيه يعني مفروض أنه شخص أخطأ وش تجي أول ما توصل له؟ الخطوات الأربع العملية: مديح، تمدحه، والله يا أبو فلان يعزك وغليك ولك محبة ومقدرية وأنك تاج فوق الرأس وأن فعلتك ذيك اللي بذاك اليوم إنها في خاطري زي العسل، تثني عليه لين يرتفع الرجال، لين ينتفخ بالعلم الطيب زي المديح. تكسبت الحين، الحين يبغى يستقبل منك مديح ثم تلميح، تلمح للموضوع اللي أنت تتكلم عنه. يعني مثلا أنا من عشاق كلهم، بس بذكر مثال عبد المجيد. عبد المجيد مثلا أخطأ في أمر من الأمور، ما أجي وأصقعه أبغى ألمح. تعرف يا عبد المجيد بأنه أحيانا بعض الكلمات اللي تطلع على الهواء تزعجنا وتزعج الناس، منك ولا من جميع الشباب، جالس ألمح ما بعد دخلت في الموضوع زين. فهذا الشيء بيقول عبد المجيد والله صادق، قال والله ما ترضيني. الآن بدخل إلى وين؟ الثالثة، الثالثة تصريح زين. الآن أبدأ في الزبد أصرح له، هم خلاص يكون متقبل مني لأني مهدت الطريق له بعد ما مدحته. الرابعة من غير تجريح، توبيخ، إيه لا أجرح فيه، مو عشاني مدحته وصرحت له ثم أجي وأجرحه. لأنك أنت يوم أخطيت في الأمر هذا، ترى أنت عبد المجيد كثير من الناس كلموني قالوا أنك أنت مخطي وتأثرت على أبنائنا بطريقتك اللي ما هي بزينة هذه. لا 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 خلاص، أنت وصلت الرسالة بالطرق هذه، من يعيد وله 200 خطوة؟ وشو عليك؟ لا معلم تتركز يا راكان، انا طالبك طلب انت طالبك عادل يكلمني والله. طيب اذا عدت معنا علمتكم الجواب. عبد الله بس السؤال عشان ما عادين السؤال وشو؟ افتح مايكك اولا يا راكان، تاكد. اربع اشياء ذكرتها في النصح اذا شفت على شخص خطا، قلت لكم اربع اشياء. انا ما بعد جواب في من اللي فهد قريش اختار عشان ما نحرج مع الشباب، لانه كل مره نقاطي يا فهد. والله يا اخي اختر يا فهد، ما في ورطتك نقاطي انا. اختر يا فهد، نقرع بين 300 خطوه، خلوها 300 يلا نقاطي. يا دوبك يا يمنا خلت 300 100 100 وقسمها على الشباب. لا 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 واحد يجيبها كلها. النقاط يا دوبك. من هو؟ شيخ فهد. فهد فهد ما جاوب قبل شوي؟ لا الا جاوب جاوب ما جاوب. يلا يا فهد، اولا تمدح الشخص على فعل حساب او حلو، اعطنيها بدون شرح لان انا شرحت. بجي على اربع كلمات: ايه؟ مديح، ايوه، تلميح، ايوه، تصريح، فصيح، عدم تجريح. يا بعد عمري عدم تجريح. امورها بالاحساس الحبيب، حلوين، يعطيك العافيه. اذا 300 خطوه لفهد بقمي يستاهل، يضل وجه يستاهل، اليوم ما في الا توزيع هدايا. سم نصيحة. أعجبك الكلام، أشوف عيونك. والله أعجبني، لأن ترى ممكن أنا مريت فيها، وأكيد أن الشباب أيضا قد مروا فيها، مو بقصدي في البرنامج، حتى في خارج البرنامج عادي صحيح. أن إذا أخذك الواحد على جنب وبينصحك، بعض النصائح تسمى فضيحة إذا قام قالها قدام الناس صحيح. لكن إذا أخذك على جنب ونصحك، هذه الطريقة الممتازة جدا صحيح، تكون لذيذة، لأنه قدام الناس حين تكون فضيحة. أي إنسان ما يحب أن يكون يعني مفضوح قدام الله وخلقه. شيخ عمر إيش تقول؟ إضافة تقول. الله يرفع قدرك. أقول أنا الشباب في وجهة نظري نص كنصيحة أخ، كنصيحة أخ، لا تنتقد إلا في أضيق الظروف، لأن يعني النصيحة هي كالمطر، لكن المطر إن زاد إن كان قليل نفع، وإن زاد دمر. فأحياناً تكون النصيحة سبب لكره الشخص الذي أمامك. حتى يقول أحد السلف، يقول لم أنصح إنساناً إلا وعاداني، وهذا جزء من كلامه صحيح. لكن خلونا نسأل الآن، متى أنتقد الشخص الذي أمامي؟ طبعاً خلونا أول شيء ننظر نظرة عامة. العلاقات تنقسم أربعة أقسام. طيب، العلاقة الأولى العلاقة المؤقتة. العلاقة المؤقتة، أنا جالس معكم الآن علاقة مؤقتة ساعة وماشي، مثل أنت راكب الطيارة تعرفت على واحد، لقيت واحد عند البقالة أو في مخبز أو في مطعم،
قابلته أبو 10 دقائق 5 دقائق، هذا له تعامل وأسلوب معين، اضبطوها. ترى بسألك يا سلطان بعد شوي وبسأل الشيخ مطيري. طيب، العلاقة المؤقتة تمام، والعلاقة العميقة، العلاقة العميقة هي التي لا تكاد تنفك، مثل أمك، أبوك، زوجتك، أخوك، هذه علاقة لا تكاد تنفك، هذه لها تعامل. العلاقة القديمة واحد درس معك في الابتدائي أو في المتوسط، ولا درس معك في الجامعة، كان معك في الفصل، هذا كيف تتعامل معه، هذا له أسلوب. هناك علاقات كثيرة، أهم العلاقات خطيرة جدا، خاصة للإعلاميين، للإعلاميين ترى يهمكم هذا الكلام، بعيدا عن الكاميرا هذا يهمكم هذا الكلام. العلاقة المؤقتة مهمة جدا، والعلاقة العميقة. العلاقة المؤقتة يقولون خبراء تنمية الذات، إذا أردت أن تنجح علاقتك المؤقتة، أول شيء لا تصرح بالنصيحة ولا تنصح إلا عاد فيه شيء شرعي مخالف الجميع يجمع عليه، واضح؟ هذا الأمر الأول، لأنها 5 دقائق 6 دقائق بتلتقي فيه، فإنك تتجاوز. مثلا واحد جالس جلسة غلط مثلا في مكان عام وتشوفه، أفضل أن تتجاوز، ما تدقق. الأمر الثاني في العلاقة المؤقتة الابتسام واللباقة في الكلام. الثلاثة أشياء، رد عليك رد مهو بزين تكون لبق في الكلام، لأن الناس ينظرون إليك لا ينظرون إليه، الفوكس كله عليك أنت. فإذا أخطأت، ولو أخطأ عليك الخطأ، ممكن يقول أنت رجل متكبر لأنك ذاك اليوم جاك موقف معين أو جاتك مكالمة وصرت ذاك اليوم ما انتبهت له، فيحكم عليك في هذا النظرة وينشر الكلام بين الناس. في العلاقة المؤقتة خطيرة، ممكن تكون يا فوق يا تكون تحت، فانتبهوا لها. العلاقة العميقة وهي زوجتك، أخوك، صديقك، هذا كيف تتعامل معها؟ أول شيء يجب عليها أن تستمر فيها أن يكون فيها صراحة، صراحة وصدق. طيب، كيف أكون صريح؟ هل أصير صريح في كل شيء؟ لا، يجب، يقولون خبراء تنمية الذات، يجب أن يكون في أمرين. إذا شفت الخطأ في زوجتي مثلاً أو 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 صديقي، الخطأ مؤذي يؤذيني الخطأ. طيب، لو كان مؤذي هل أنصح؟ لا، أصبر، لا تنصح، مشها. طيب، الشرط الثاني وشو؟ أن يكون متكرر. فإذا كان متكرراً لكنه غير مؤذي، طبع فيه صفات حلوة لكن فيه صفة ثانية مي مؤذية لك لكنها متكررة، مشها له. وهذا من 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 صفات الكرام، أنه لا يحقق ولا يدقق. لكن إذا كان فيه الصفتين، الصفة الأولى متكرر ومؤذي الخطأ، فيجب عليك مناصحته. ليش؟ لأنه ممكن تحتقن 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 ثم يوم من الأيام تنفجر عليه. عرفت النقطة الأولى؟ يجب أن يكون صدق وصراحة، مثل ما قال أخونا لابس الأحمر أبو ذياب، مثل ما قال أخونا أبو ذياب، أبو ذيابي أبو نفال يا رجال. لا، هذا جديد مدشن على أندركم بالله، مدى تدشين أصبع. تمام، العلاقة العميقة يجب أن يكون فيها صدق وصراحة. الشغلة الثانية، يجب أن يكون هناك احترام. أنا بقول لكم شيء يا شباب، الاحترام شجرة، والحب والرحمة والمودة ثمرة، وليس هناك ثمرة بلا شجرة. أحيانا بعض الناس يقول يا أخي ترى في فرق يا شباب بين رفع الكلفة ورفع الاحترام. يعني جلست مرة مع شباب سلفنا وياهم، بدأ يتكلم بكلام بذيء على والده ووالدته، وهذا يضحك. هذا مو برفع احترام، مو برفع كلفة ولا رفع ميانة، هذا رفع احترام. هذول لو كانوا أصدقاء بعد كم يوم أو بعد كم شهر بتشوفهم متخاصمين، لأنهم رفعوا الاحترام بينهم البين. فأنا أقول الأرضية التي تنبت عليها نباتات الحب والمودة والرحمة هي أرضية الاحترام. ما في احترام سيكون هناك خصام، وستكون هناك مشاكل. ضروري يا شباب، حتى مع زوجتك، بعض الناس يجي يستهزئ بلبسها ولا يستهزئ بشكلها، يقول يا أخي أنا مو عليك، شفيك زعولة. لا، هذا خطأ، هذا رفع احترام، مو برفع كلفة ولا رفع ميانة. تصورتم؟ ترى هذه المسألة خطيرة ويغلط فيها كثير من الناس، ما يفرق بين رفع الميانة ورفع الاحترام. صورتم يا شباب؟ الأولى، أول شيء أن تكون صادق وصريح، وأن يكون الصدق الصراحة في خطأ مؤذي ومتكرر. الشغلة الثانية والشيء ها الاحترام، لأن الاحترام ينبت فيه شجرة الحب، ثمرة الحب وثمرة المودة وثمرة الألفة. وإذا رفع الاحترام رفع الحب ورفعت المودة، ولو كنت سمي حبيبي. في سؤال الشيخ مرة مركز ما شاء الله، بالله عطتك فجائز ولا عطى شيء؟ أنا ما أدري إيش لازم تعطوني شيء. والله ما شاء الله تبارك الله، يأكلني بعيني ما شاء، حمسني والله. يعني أعجب الموضوع، الصدق الحين العلاقة العميقة، شكله متزوج يا شيخ. 200 خطوة عبد المجيد، واضح يوم قلت الزوجة بدأ قلبي يحن. الصدق حتى الصدق والصراحة حتى لو مع الأخت، ما بقى صدق. أحسنت، هذه علاقة عميقة. أحسنت، الصدق والصراحة هو الاهتمام أيضا. نعم، أحسنت. لهذا أنا دائما أقول ليس عكس الحب الكره، عكس الحب
الإهمال، وعكس الإهمال الاهتمام. فإذا أردت أن تقول يا فلان أنا أحبك وأنت ما تهتم فيني، هذا مو بحب. طيب إيش لو بغيت أني أهتم في شخص، وش الطريقة أني أبين له اهتمامي؟ يقول في شغلتين. الشغلة الأولى أن تهتم به وتهتم باهتماماته. من يفرق لي بين هالأمرين هذا؟ جميل. بالله تكفى هذا بعد بك تعطي جائزة هذا. من هو؟ هذا مطلع ورقة وقلم قيد صيودك بالحبال الواثقة. والله يستاهل يا أخي. خلاص يستاهل. والله بعد الزهراني ما شاء الله عليه. كذا انجاز شر الله يجزاك خير. واحد اثنين أوكي بس مو بالدعوة فلة. محمد السالم يا إعداد يستاهل. سم 200 خطوة. طيب الاهتمام والاهتمام باهتماماته. وين راكان؟ لبيه. وين؟ ابشر خليني في حقة محمد سعد وبيدي واليسار. بروح كمان بروح لهليمي. لا والله اي تبغى تروح تتاكد من الاعداد وشي ممنوع يا حبيبي. لا من متاكد ضيق صدري يا ابو عبد الله. واحد واحد اي اسلم. طيب في الحبيب عنده مشاركه. من هو؟ على سؤال شو الفرق بين الاهتمام والاهتمام للاهتمامات؟ الاهتمام بالشخص هو الاهتمام فيه الصرف، مثلا اتكلم اضرب مثال للزوجه، مثلا المصاريف، السكن، الاكل، الشرب، توفير الاحتياجات، هذا الاهتمام للشخص نفسه. الاهتمام الاهتمامات انا نفترض انه مثلا الزوجه تحب وظيفه معينه وانا ما اهتميت للشيء اللي يهمها هذا، هنا ما صار فيه اهتمام لاهتمامات الزوجه، لكن لو اهتميت لامرها لاهتماماتها اللي تهمها هي، سعيت لها في وظيفتها مثلا، سعيت لها في شيء معين هي تهتم له، هذا الاهتمام للاهتمامات. احسنت. طيب والاهتمام في أن تهتم به وأن تهتم باهتماماته، هذا الجزء اهتم باهتماماته. الاهتمام مباشر بال أيوه؟ الأشياء البسيطة من إعطاء ماذا تكنيها، إعطاء المشاعر، تعطيها كلمة حلوة، إعطاء المشاعر والأشياء الضرورية مثل الأكل والشرب وتوفير المسكن وتوفير الأشياء الضرورية. أحسنت ما شاء الله تبارك. طيب يا شيخ في خصم لو بغيت أخصم على بعض الشباب؟ أنا جاوب تعطيني خصم. في ناس ما يشاركون أبدا. أنا قاعد لين أحط الفوكس عليهم الآن. بديت أركز عليهم. في واحد على اليسار معي وفي واحد لابس على اليمين. في واحد فيه النوم. إيه في عطوا سبريس ولا عطوا الشيء. ماني بقصدك ماني بقصدك. لا تجيب العيد في نفسك. صادق أنا قايم من الصبح عندي فقرة مذاق اليوم الظهر. إيه. وكان الجهد مرة طويل يعني تعرف. بس والله. طيب هذه حجة أهل اليسار وأهل اليسر. نلتفت الأهل اليمين. عبد الله. يا زين نقول لا تدور عالم سعادة وأنت مقمبر عالم قعادة. عارف. هذه يحتاج لها ولا ترجمة جوجل. إيه القعادة اللي هذيك موجودة. يعني أنت لا تجلس عليها وتبي السعادة وتبي الخير يجيك، يعني قوم انفض روحك وتقرب إلى الله عشان تجيك التوفيق. يا سلام عليك ما شاء الله. إيه لا تدور عالم سعادة وأنت مقمبر عالم قعادة. طبعا ترى لغة أهل جازان هي لغة نبوية، النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث أنه أتاه بعض الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا من الجهة الجنوبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام حاكاهم وماثلهم في هذه اللهجة، في اللهجة التي تفضل بها، خاصة كلمة أم هذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. برضو ليس من أنبر صيام في نسفة. أحسنت هذا الحديث. نعم أحسنت. طيب فأسأل الله أن يزيد من فضله. طيب أكمل بس المحور حتى أجيب ولا عندي؟ الرجال هو أجاب إجابة صحيحة. إجابة صحيحة نعم. 300 خطوة لأحمد الفراج يا عداد سجلوها. طيب بعطيكم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يهتم ويهتم باهتماماته. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان منصبه عليه الصلاة والسلام رئيس دولة وكان مفتي وكان مفسر رؤى، شخصية كبيرة عند الصحابة، نبي عليه الصلاة والسلام، وهو يمشي شاف له وليد صغير طفل وشاف عنده عصفور ميت وقاعد يمسح دميعاته الصحابي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصحابة وراح للطفل الصغير وهو يبكي وقدامه هالعصفور الصغير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في لغة جميلة يحاكي فيها لغة الأطفال عليه الصلاة والسلام في أسلوب السجع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير، يستطيع يقول يا فلان لكن كناه يعني يقول يا رجل، والتكنية تكون للرجال، قال لبيك يا رسول الله، قال ماذا فعل النغير يعني وش سوى العصفور، قال مات يا رسول الله، قال يا أبا عمير، هذا اهتمام، اهتم باسمه، اهتم باهتمامات العصفور، قال ماذا فعل النغير، قال مات يا رسول الله، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعيد حتى انقلبت تلك الدمعات إلى بسمات وضحكات. هذا الأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسالة عليه الصلاة والسلام أني يا فلان أني أحبك وأهتم بك وأهتم باهتماماتك. لهذا يا أحبة إذا رأيت شخصا مثلا
تحبه حاول أنك تكنيه بتكنية. أذكر أحد الشباب مسمي كل واحد من أخوياه اسم معين، فإذا رأى شخصا كريما فسماه صاحب اليد البيضاء، إذا رأى شخصا شجاعا صاحب المواقف، سمه بتسمية وأره التسمية هذه. هذه من الأساليب اللي تدخل فيه في 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 قلبه السرور. فلهذا يا شباب إذا أردت أن تكون سعيدا فحاول أنك تهتم بالشخص الذي أمامك وتهتم باهتماماته. في اتصال تفضل. طيب محمد السالم عندك سؤال؟ نحن بنروح لفهد القريشي بناخذ منه مشاركات. سم طال عمرك. احنا في المجال الترفيهي على المسرح نقدم الالعاب للصغار والكبار، هل ماجورين على الابتسامات اللي نواجهها من الجمهور؟ وقل قل اسم فرقتنا، فرقه يا هلا عادي هذا التسويق شيء ثاني، لكن صحيح يعني احنا يوم نيجي نقدم على المسرح سواء من شخصيات او العاب او من فكاهه، هل ايضا تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ادخال السرور على قلب المسلم؟ تاخذ دراهم ولا ما تاخذ الدراهم؟ لازم الدراهم مراهم يا أبو. طبعا بسألك سؤال أنا. تفضل. الله عز وجل يقول وأنه هو أبكى وأضحك، ولا أضحك وأبكى؟ أضحك. قدم الله عز وجل الضحك على البكاء، فلهذا بعضهم من يغلق الدين على أنه فقط دمعات وبكاء، لا خطأ. الدين إدخال سرور، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن عمر أحب العبادات إلى الله قال سرور تدخله على مسلم. فكونك أن تزرع ابتسامة في فم طفل هذه كذلك من أعظم الأجور التي تؤجر عليها. واحد مهموم فتدخل السرور عليه هذه من أعظم الأجور، فإن احتسبت الأجر فهذا بلا شك أنه أجر عظيم. إن اجتنبت المحظورات فلا شك أنك مأجور غير مأزور. أجر وأجرة. أجر وأجرة، أهم شيء الأجرة ولا الأجر؟ والله أكيد أجر. أجر ثم أجرة. طيب فهد القريشي أنا بسألك قبل لا أسمع صوتك، سؤالي الشيخ تكلم عن السعادة، أنت دخلت في الإعلام وشاركت في برنامج واقعي، هل وجدت بهالمشاركة السعادة لك أنت؟ وهل كان أثرها إيجابي عليك بعد ما غادرت؟ هل قدمت رسالة؟ هل كان لك أثر؟ والأثر هذا هو من جلب لك السعادة؟ والله طبعاً السعادة أنا ما أحددها، ومن خلف الشاشة هو الأصل أن المفترض يحدد هل كنت صاحب أثر، بس أن الواحد يقدم يحاول يجاهد نفسه أن يقدم ما يرضي الله سبحانه وتعالى بداية. بس أكيد يوصلك يعني عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق والله كنت ذا أثر. العجيب أني حتى ما أقول للشباب قول شيء، العجيب أنه على أدق حاجة على أدق حاجة الناس لاحظ، خصوصا أنت هنا ممكن ما تشعر بشيء، بس الناس في العالم يعني الشاشات يتابعون بدقة. فالإنسان يحاول أي أمر أي أمر يستطيع أن يدخل به السعادة يعني ما يتأخر عنه. حتى أعرف مرة كان يقول لي أحد الشباب يقول والله يا فهد أني ما أستمتع ولا أجد السعادة إلا في العطاء، وليست في الأخذ. يقول والله أنا تجيني سعادة ما يعلم فيها إلا الله. هو كان الرجال يعني يعطي ويسوي هدايا بسيطة يعني ليست في مضمون أنها تكون غالية أو لها قيمة فعلية، إنما يقول مجرد العطاء فقط فإن له سعادة. جميل. الناس تختلف عندهم مداخل السعادة، قد تكون شخص قد تكون عطاء يعني إنفاق أو